اجتماع خليجي رابع للجنة العمل والشؤون والتنمية يأتي استكمالا لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وصولا لبيئة عمل متكاملة ومستدامة تعزز من مسيرة البناء المجتمعي الخليجي المشترك. برغم ما تحقق من إنجازات في هذا الإطار، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه عملنا لتحقيق التكامل المنشود في أسواق العمل الخليجية. أهمها الخلل الواضح في سوق العمل من حيث الاعتماد على العمالة الوافدة في ظل زيادة نسبة الباحثين عن عمل من المواطنين، وهو ما يحتم علينا دراسة هذه التحديات بصورة متأنية وواقعية. يأتي هذا الاجتماع استكمال لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال اجتماعاتكم السابقة، متطلعين للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات النبيلة لأصحاب الجلالة والسمو قائد دول المجلس يحفظهم الله ويرعاهم، الرامية توفير بيئة عمل خليجية متكاملة ومستدامة. موضوعات عديدة كانت ضمن أعمال اللجنة تم دراستها من قبل المختصين في الفرق الفنية للأمانة للخروج بتوصيات ترتقي بالتنمية البشرية الخليجية. أهم هذه المواضيع يمكن تقريبا هي الاستراتيجية الموحدة لشؤون العمل أو لوزارات العمل، عدة مبادرات أيضا راح تضمنها هذا الاجتماع. نتمنى أن يكون هنالك تنسيق ويكون فيه لها اعتماد. المكتب التنفيذي لنا دور واضح ومميز في خدمة الجانب الاجتماعي وخدمة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استصدار وتشريعات اجتماعية تصب في خدمة العمل الاجتماعي. العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات التي وضعها القائمون على هذا الاجتماع، أملين أن يكون اجتماع اللجنة ينعكس على الواقع الخليجي بأن يكون الفرد قادر على العمل والبناء للرقي بالمنظومة الخليجية وجعلها متكاملة ومستدامة. عديد من القرارات التي يتطلع لها القائمون على هذا الاجتماع والتي تؤكد حرص اللجان الخليجية على تنمية القدرات البشرية وجعلها رائدة في شتى المجالات. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.